يقول: شخص ظلمني، اقترض مني المال، وبعد فترة قال: لا أريد إرجاعها، وسوف أذهب إلى العمرة والحج، والله يمحو ذنبي. على كيفه. ما يصير، هذه حقوق العباد لا تسقط، كما قلنا أنه يأخذ. وإذا كان الحج أو العمرة بالمال الحرام نفسه، فقد ذهب بعض أهل العلم أن الحج لا يقبل، العمرة لا تقبل، لأنه مال حرام من كسب حرام، فلا تقبل العمرة ولا يقبل الحج. فلا يجوز الإنسان أن يجحد حقوق الناس، بل يجب عليه أن يردها إليهم، والله المستعان.